اولا تنشكركم على استضافتي في هذا البرنامج لي الشرف. المشوار المهني ديالي بدا صافي دابا 15 عام وانا في الدومين، ومازال تنقول انني ما تعلمش. دائما الانسان تتعلم مع المواكبه مع الجديد. ضروري المشاكل تتواجه اي مختصر في التجميل، خصوصا مع الزبائن لي كليون، يعني كاين اللي تتكون لابو ديالها ما عارفاش النوعيه ديالها، تتكون غالطه، كاين اللي تدير شي عنايه بالبشره ما تتوافقش لها لابو ديالها. هاد المشاكل ضروري وتتكون النسبه ديالهم قليله. انا اولا تنركز على الطبيعي، حيث اي حاجه قال لك الطبيعه احلى. المواد الطبيعيه في العنايه بالبشره، الماسكات، لي غوماج، من غير المواد اللي تتكون مصنعه كذلك تنعتمد عليهم بجوج، كل كيفاش تبغي يعتني بلاكو ديالو، من غير التقنيات الجديده في الميدان الطبي. لاحظتوا مؤخرا كاين تطور ملحوظ، نعتمدوا على الالات اللي دخلت في عالم التجميل. كاين الناس اللي تفضلوا الالات، كاين اللي تفضل العمل اليدوي. انا تنحاول ندمج ما بين العمل اليدوي والعمل التقني ديال الالات. الايجابيات اكثر من السلبيات، لان الواحد ملي تخدم شي دومين وهو تيبغيه تيعطي فيه اكثر، لانني ملي تنتعامل مع الناس تنتعامل معهم بحب، يعني تنركز انهم يكونوا ساتيسفي فرحانين، حيث الفرحة تتبان فيهم، إذا هذاك هي هذاك هو البليزير ديالي. أما بالنسبة للسلبيات، ضروري إنسان تيكون مثلا ستريسي، تيكون كليان معصب، يعني ضروري تنواجه هذه المواقف. كاين منافسة شديدة، ولكن البقاء للأصلح، اللي تخدم من قلبه بنية صافية وما تركش على الهدف المادي. أحسن شمس عشية نقدروا نقولوا أنها كانت دارت الكلاصاج ديليف، وانني نصحتها ان ما ديروش ودارته، وفي نفس الوقت ما كانش ريزلطا مزيان، حيت انا قبل ما تنخدم مع الكليان تنقول لهم بلياويتي لابو ديالها في اي حاجه، انهم ديما يديروا راسهم انهم عمرهم ما دائما انهم في التعلم. اللي تقول تعلم ترى ما تيوصلش، ديما الانسان تيقول انا تنتعلم وهل ترى من المزيد. ما تخيلوش واحد الكليانه جات عندي قالت لي والو بغيت كلاصاج، بغيت نبدل زعما ندير نيو لوك. درت لها الكلاصاج كانت ساتيسفات وعجبها الحال. مشات الغد لي جات قالت لي والو حيدي لي راجلي غيطلقني. وعرفتي من تبضح قلت لها راه ما يمكنش، خصو يدوز مده باش يحيد. وحاولت نقنعها، وهذا يعني لدرجه بغيت نهضر حتى مع راجلها باش زعما، حيت هو ما يمكنش راك عارفين سومي بيغمانو ما يقدرش يحيدو. ايوا فكينا الجراح على خير. هادشي اللي كاين. اخر كلمه تنشكركم بزاف على الاستضافه ديالتي، وتنتمنى تستمر في هذا المشوار ديال التجميل لانني تنبغيه من قلبي، وشكرا بزاف.